السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الوصفه عاوتاني رائعه حلوه للدراري كيبغيوها الصغار والكبار، يعني طبيعيه، يعني صراحه كتجي واعره وزوينه وغادي تعجب الكبار والصغار. يعني كاين العسل، وكاين هذا المربى هذا فيه جوج تاع الفخوي، وكاين هذا عاوتاني عسل اخر تاع الفخومبواز. هو تبارك الله شتي كيجي داير، راه التصوير ما عطاش حقه صراحة. تمنيتكم تجربوه وراكم عادي تعرفوا المفعول ديالو كي داير. صراحة راه غادي يعجبكم بزاف. يعني شوف تبارك الله مع هاد الجبن، هاد الجبن راني حاطاه حتى هو طبيعي في القناة، الا بغيتو تدخلوا تشوفوه حتى هو راه طبيعي. ما كطيبوا هاد الجبن ما والو، يعني ساهل. شوف تبارك الله كي كيجي داير مع هاد العسل، هذا راه عسل طبيعي. يعني السكر راكم عارفين، السكر كان نديروه سواء طبيعي ولا ماشي طبيعي، راه عندنا في اليوميه كلها عندنا كنديروه في القهوه، في اي حاجه، في الكيكات ما عندنا ما نديرو. المهم دايرين واحد اللي فخوي كيكون طبيعي وصافي، هذا الشيء اللي كاين. كاين عاوتاني هذا نتاع داك لي ميغتين تا هو، شوف تبارك الله، حيت هذا راه مازال سخون عندي انا، راه داك الشيء علاش خفيف، غادي يبرد وغادي يتقال. هذا عاوتاني المربى ديال فخومبواز ولي ميغتين تا هو كيجي زوين، واحد البنه فيه حسن ما تمشيو تشريوه. يعني كنشريو ما كتعرفيش، ثمن غالي وما كتعرفيش باش مصايب. هذا بعدا كتصاوبيه على يدك وكتعرفيه وكيبقى لك لمده عام. انا كيجي الوقت وكيجبرو مازال عندي، كندير كميه كبيره بصراحه، كيجي واعر، كندير كميه كبيره كتبقى لي لمده عام. اللي باغي نخبعوه كندير له كنعقمه ونخليه، وهذاك اللي كنحتاجوه كنديرو غير في الثلاجه ونخليه. هادو دابا راني معقماهم، انا تبارك الله راني كندير بليطاره، مع القراعي ما كيقدونيش الصغار، قراعي صغار غير كناكل فيهم وصافي. صراحه راه كيجي زوين، تمنيتكم تجربوه وتكملوا معكم الفيديو حتى الاخر. يلا تمشيو معايا للسوق ونشوفوا المنظر ديال هاد التوت وهاد لي فخوي هادو. تبارك الله ما شاء الله عندنا في البلاد بكثره بكثره موجود الخير، غير اللي ما يبغاش يوجد بحال هاد الخير هذا لوليداتو. صراحه ما حتى حاجه ما واعره، كلشي ساهل. ونطلب من الله يعجبكم هذا الفيديو، ما نكرهش تمشيو معايا للسوق. يلا نهدوا للسوق نشوفوا السوق فين كيجي، وان شاء الله تتمتعوا معنا. ها هو السوق هنا، هذا السوق هذا في طنجة كيقولوا السوق الدراري، كيكون يوم الحد فيها باس واحد اليوم الحد يضرب واحد الدويرات تما ويدي يتخدى الدويرات. دابا ان شاء الله انا غادي نشري واحد الكميه ونمشي للطنجة. صافي هذا تبارك الله شريته ب 30 درهم الكيلو، وهذا ب 20 درهم الكيلو، وما شاء الله راه ما تصايبي وراه ما توجدي لوليداتك. صافي غسلته ونشفته وعادي ندوزو للمقادير. صافي هنا عندي واحد ليترو د الماء، المهم الروبيني عادي، غادي نديرو فواحد الطنجره، احسن تكون شي طنجره شويه ثقيله عندكم. ليترو د الماء و 600 غرام ديال السكر، نص كيلو و 100 غرام من الفوق. دابا انا نخدم غير في طنجره وحده، غادي ندير يطرو الماء و 600 غرام ديال السكر ونخليهم يغلاو حتى يوليو ثقالين معنا شويش. المهم نكملوا معكم الطريقه وغادي تفهموا علاش. صافي غادي نشعلوا النار على المرميطه ديالنا، غادي ندير واحد نص حامضه، الحامض كيعطيه واحد لوكو زوين الصراحه، كيجي زوين باش كتدارك الحموضيه كتجي مع الحلاوه كتواتيها. صافي غادي نحركو هكا مزيان ونخليوه يغلي معنا مزيان حتى يتقاد، حتى يرجع بحال داك الشكل ديال الشربات اللي كتسقيو بها البقلاوه هكا، وكتكون خفيفه شويه، ما كتكونش خفيفه، ما كتكونش بحال العسل، ما كتكونش عاوتاني ثقيله محجره، غير بحال هكا. دابا صافي هذا هو القوام اللي بغيت انا، باش غادي يجي هاد تنجح معكم العمليه، غير بحال هكا. ها هو شتو تقال، بدا كيطلق عليه داك الفقاعات، يلاه بدا كيطلقهم. صافي هنايا غادي الكوماسي، غادي نحيد، غادي نجيب واحد الكسرونه، هاد الكسرونه هادي غادي نجيبها وندير فيها ثمن داك الفخوي اللي عندي اللي قدكم نتوما. تقدري ديري الفخوي في الاول وعاد تبقى تكبي عليه هاد السيرو هذا، تقدري ديري، انا كنفرق، انا عارفه الكميه اللي خاصتني، ولكن خاصني نولي نهز عاوتاني ونزيد، حيت الفخوي ديالنا غادي يطلقوا شويه د الماء، داكشي علاش انا درت هذا شويه ثقيل، باش ما نديرش الماء والسكر نخلي تما كيغلي ويولي كلشي مرون. لا، هاد الطريقه هادي كتنجح معايا 100%. صافي غادي نجيبو دابا هاد لي فخوي بعد ما غسلناهم ونشفناهم، دابا غادي نكبهم، لان ما درهم فازكين غادي يزيدو يطلقو الماء، هما براسهم غادي يطلقو لنا واحد السيرو. صافي غادي نديرهم دابا هكا ونخليهم يغليو،
صافي تقريبا عندي هنايا كيلو ديال الفرومبواز. صافي غادي نخليهم يغليو، غادي نجي لهذيك الكاسرونه اللي خويت فيها داك السيرو، غادي ندير فيها ديميرتين هادو عاوتاني. السكر ما عاديش تزيدو، غير داك السكر اللي دابنا في الاول، ما تزيدوش لا زدتو. تقدر الوصفه تضيع لكم ولا شي حاجه، واصلا هو راه حلو. هاد لي فخوي اللي عندنا التوت هادو يعني كيكونوا حلوين شويه، هاد لي فرومبواز اللي كيكون شويه حامض، ولكن مع السكر داكشي كيجي واحد البنه ديالو واعر. صافي بعد ما نزل معنا هاد فرومبواز ها هو راه شفتوه نزل، ما بقاش حبوب. دابا غادي نصفيه، غادي ناخذ غير داك السيرو ديالو اللي طاح منه. صافي انا محتاجه غير داك السيرو غادي نصفيه، ولكن عادي نولي هاد هادو اللي هاد البودور هادو اللي عندنا دابا في الشبكه، غادي نهزهم ونولي نردهم بلاصتهم يطيبوا. هادو هما اللي غادي ندير بهم المربى. شتي تبارك الله، عاطي واحد الحموريه واحد اللون، ويا سلام ما نقولكمش عليه. واخا تعيا ما تدبروا في اللون ديالو، اللون طبيعي احسن احسن ما يكون. صافي ها هو فينا، بغينا حنايا بغينا غير هاد السيرو هذا اللي نزل. صافي غادي نهز دابا هذا اللي بقى لنا اللي تصفنا، غادي نهزو ونرميه على اخوه. انا خليت واحد شويه بقى لي تما، مازال غادي يزيد يطلق لكم الماء. صافي هذا الاخر هاد الميرتين هو كيطيب، غادي ينزل واحد شويه ونهزو، وانا غادي نوريكم الطريقه كي غادي ندير له. صافي بعد ما غلى وحسيت به هكا تفكح وطلق لي اللون اللي بغيت انا داك السيرو، شفت تبارك الله اللون ديالو كي داير ما شاء الله، واحد اللون روعه روعه صراحه، حتى تبقى غير تشوف فيه كاع ما تاكلوش. صافي غادي نهز هاد لي ميرتين دابا، غادي نديرو على الفرومبواز اللي صفيت قبيلات. صافي هو هذا، هذا غادي نديروه مربى، عاد غادي نخدمو الطريقه د العسل. بغيتو تهزو شي صفايه تبقاو تهزو غير الحب هزوه، بغيتو ديرو تهزو شويه شد الماء ديال هاد لي ميرتين ولي ميرتين حبوب، ديروه اللي بغيتو نتوما، راه ما كاينش مشكل. واخا يمشي لكم مع الماء بالعكس غادي يطلق له، عاد كيعطي شويه الحمر والموف، كيعطي واحد اللون زوين. حيت هاد لي ميرتين كيكونوا حلوين بزاف على الفرومبواز، داكشي دابا هو غادي يطلق لنا الحلاوه فهاد. صافي غادي نخليه كيغلي هكا. الاخوات راه عارفين المربى، راني صابته معكم الطريقه ديالو، يعني ما تخليوش حتى يطيب يرجع كراميل يرجع اللون ديالو قهوي ولا شي حاجه، لا حنا بغينا يبقى احمر باش كيعطي داك اللون زوين، لا اللون ولا المذاق، كيبقى المذاق ديال الفرومبواز راكم عارفين المذاق ديالو راه كيجي زوين. صافي غادي نخليه هكا دابا كيغلي حتى يعقد معنا. ودابا صافي بدا تحيد داك الرغوه، انا الرغوه ما حيدتهاش، راسها مشات. صافي ملي كتحسي بالرغوه مشات وكلشي صافي بقى كيتقال، صافي ديري يدك هكا الا شتيه كيتلصق معاك، ولا ديري شي شويه فشي طبصيل. دابا نوريكم الطريقه كي كندير انا باش كنعرف الكونفيتير ولا العسل عندي واجد. هيك كملوا معكم الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. صافي غادي نطفي عليه دابا، غادي نجيب داك السيرو ديال الفرومبواز اللي صفيت. دابا غادي نخدمو، ما عاديش زيدو السكر نهائيا، داك اللي طرو اللي خدمنا في الاول صافي هذا غادي يخدم لنا هادشي كله. صافي غادي نخليه دابا كيغلي، دابا هذا راه كيبرد حتى نسالي حتى يبرد ونطلقاو ان شاء الله. هذا صافي غادي نخليه كيغلي، هاد لي ميرتين حتى هما غادي نخليهم كيغليو حتى يوليو عسل. صافي غادي تبقاو ملي تحسو به وجد ديرو غير شي شويه، بقاو ديرو بصبعكم هكا، الا شتوه كيتلصق معكم عرفوه راه واجد. دابا ان شاء الله غادي الاخر في الفيديو انا غادي نوريكم كي كندير الطريقه باش كنعرفو راه واجد. هذا صافي تبارك الله، دابا هذا العسل ديالنا هذا راه واجد، هو هذاك ما تحجر معنا، ما جا كراميل ما والو، هو تقال هما بقاو كيهدو تقالين. انا غادي نجيب واحد الطبصيل، غادي ندير انا هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير، اما بصبعي هكا اولا كنجيب بحال الطبصيل عندك راه سخون، انا راه ما درتش يدي راه حسيت به برد. صافي غادي نجيب الصبع ديالي وندير هكا في الوسط هكا،
صافي ملي كنحس بها وفي في صبعي ما هوتش داك النقطه ما هوتش دغيا هوت الطالقه الخيط وهنايا ما تلاقاش دغيا شوف كيبقى متفارق صافي غادي نحيدو العسل ديال الفرامبواز غادي نوليو لي ميغتين بحيت لي ميغتين دايره كميه كبيره وخليته هو حتى اللي بقى هو راه مازال باقي سخون عندي ما هذا راه مازال سخون مازال خفيف شويه ولكن راه ما تزيدوش راه حتى تبرد عاد عرفوا واش وجد ولا لا يعني ما دابا ملي كيكون الحاجه اللي كطيب السكر كلها كتكون جاريه حتى كتبرد عاد كتبان صافي هذا راه بارد هذا حيت وجد دغيا هو تبارك الله شوف كي كيجي داير راه قاصح وزوين عاقد واحد الريحه تبارك الله واحد المذاق ما نقولكمش كي عاد يجيكم داير صافي هذا واحد الجبن راني كنت درته معكم راه عندي في القناه تاعي طبيعي يعني جبن ما كطيبيه ما كديري له لا خل حتى حاجه جبن طبيعي دخلوا تشوفوا وعادي تعرفوا الوصفه ديالو كي دايره سهله سهله وبنين شوف تبارك الله كي كيجي داير مع هذا العسل ديال الفرامبواز حتى هو طبيعي يعني السكر كيبقى السكر السكر المغرب كله ما نقدوش نستغناو عليه واخا شوف تبارك الله كي كيجي داير السكر كنحتاجوه كنديروه في بزاف د الحوايج ضروري ما نديرو به هاد العسيله بعدا كتعرفيها نقيه ديال ديك شوف تبارك الله ديال داك لي ميغتين راه مازال شويه قلت لكم مازال سخون هو مازال شويه جاري ولكن راه عقد ما زدتلوش صافي غير هكا وخليته ديرو شي شويه فواحد الطبيصل وراه غادي يبان لكم هذا الكونفيتير اللي درنا ديال فرامبواز وداك لي ميغتين قلت لكم تصبر ما عطاهش الحق ديالو مع راني شاده تليفون في يد ويد كنخدم بها شو تبارك الله كيجي داير راه ما شهيتكم به كنتمنى تشجعوا تنوضوا تصاوبوه لوليداتكم واخا غير كميه واخا جوج قريعات راه غادي ينفعكم شو ما شاء الله كيجي داير شو على لون والمذاق هو اللي عاد يعطيك يحكم عليه المذاق يعني العين والفم العين والمذاق بجوج ونتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وما تنساوش ولا كان شي كميه درتوها كبيره انا كنوجد بالقراعي بالاطاره كنديرو كنعقمو ونخليه كيبقى ليه مده عام كنحتاجو في لاكلاص في ليكيك الحليب والمشتقات ديالو واكثريه في رمضان ملي كنديرو داك الحليب والرايب وداك الشيء كتبغي تعسلي بشي حاجه هذا هو احسن عسل عادي غادي تشكروني عليها الصراحة هاد الوصفة رائعة رائعة وناجحة 100%. ونتمنى من الله يعجبكم ولا غد ليه في الصباح نوض درت لكم تبارك الله واحد المخيمرات هاد المخيمرات راني حاطهم عندي في القناة تبارك الله تا هو ما كيجيو زوينين إوا وقبتهم والصباح كان صبح داك المربى صبحت شادة راسها إوا قلت نصورهم معاكم باش نشجعكم إن شاء الله توجدوه لوليداتكم وهذه هي الحصة ديالنا ونتمنى من الله ما نكونوش ثقالين على قلبكم وقبلوا علينا مازال كاين المزيد ديال هاد الوصفات بحال هكا ان شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع والله يسهل على كل واحد الى اللقاء